الفنان إبراهيم، أهلا وسهلا بك حبيبي. نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة. لي شرف يا كرم. بنعرف عنك حاجات كثير وبنسألك أسئلة، وجمهورك بيعرف عنك أكثر ونحن كمان بنعرف عنك أكثر. الله يخليك، لي شرف إنهم يعرفوا عني أكثر. ونحن لنا الشرف. ها نبدأ الأسئلة. بسم الله نبدأ. اسمك الكامل؟ إبراهيم محمد ناصر فضل. عمرك؟ عمري 21 سنة. اسمك المستعار؟ إبراهيم فضل. ليش هذا الاسم يعني؟ مش عارف، يعني قلت لأنه الاسم الرابع بحكم أنه يعني إحنا أكثر من أخوة أخذين هذا الاسم. في ناس أخذين اللقب الأصل حقنا الذي هو لقب بابريك، أصلا إبراهيم محمد ناصر فضل بابريك، لكن في نصنا من الأخوان أخذين في الوثائق حقنا إبراهيم فضل. هوية غير الغناء بالنسبة لك؟ الإنسانية. إيش؟ هوية الإنسانية. شخصيات تأثرت بها أو شخصية تأثرت بها؟ من زمان والله، من الواقع اليوم تندون. فنان تتمنى مقابلته؟ فنان أتمنى مقابلته كاظم الساهر. القيصر. قيصر. أحب الألوان الغنائية إليك؟ الطرب. الإيش؟ الطرب. الطرب. طيب أقرب لون يمني بالنسبة لك؟ الحضرمي. الحضرمي. أكثر انتقاد سمعته؟ أكثر انتقاد سمعته ممكن الغرور، يقولوا بعض الأحيان إن أنا مغرور، بس يعني طيب أجمل لحظة في حياتك؟ أجمل لحظة في حياتي لحظة إسعاد الناس. لحظة إسعاد الناس. أكلتك المفضلة؟ بامية باللحمة. يا سلام، تعرف تطبخ عشان تعزمنا لما أكون عندك في يوم؟ والله أتمنى، بس الست الوالدة الله يحفظها. الله يحفظها، نوجه لها تحية. آخر كتاب قرأته؟ آخر كتاب قرأته 1984 جورج أوريو، رواية. عمل ندمت عليه؟ أي؟ عمل ندمت عليه أو صورته وما عجبك أو حاجة زي كذا؟ يعني اشتغلته وما عجبنيش. أغنية منا منانا أعتقد قبل 8 سنوات كانت أول تجربة في التلحين لي. حلو. حلم تتمنى تحقيقه؟ كمان دراستي الموسيقية إن شاء الله. أنشودة دمعة يتيم ماذا تعني لك؟ هذه حكاية. هذه كنت يعني أول ما بداية انطلاقتي في الإنشاد، فكنت مغرم بالأغنية هذه، مع أن أنا ما كنت يتيم أيامها، أنا يتيم، فكنت اللحن شجن فيه فكان يعجبني، فحصلت لي مواقف مع هذه الأغنية. طيب في أخبار وصلتنا أنك غنيتها في عرس. والله شوف الضايحة كرم، دمعة يتيم في عرس. تخيل وصل لي بيني إلى الحد حد الكآبة، دمعة يتيم في عرس. طيب ما دام وصلنا الحناء للعرس، تفضل الزواج عن حب أو بالطريقة التقليدية؟ أكيد عن حب. 3 شخصيات في اليمن تشيد بها أو تشعر بأنها قريبة منك؟ 3 شخصيات في اليمن. الأستاذ خالد قحطان، الدكتور أسامة الخضر، هو الشخص الثالث مش في اليمن بس هو صديق المقرب، يعني محمد الطريدي. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ فيسبوك. لو عرض عليك عمل دويتو مع من تختار يكون؟ عمل دويتو
اتمنى انه يكون مع صابر الرباعي، اتمنى. يعني شوف الاحلام لا تنصل. اها طيب، شخص تحب تشكره على انه وقف معك في يوم من الايام؟ شخص اكيد والدتي الحبيبه ماجده السيد. يا سلام، حفظها الله. صفه فيك تزعجك وحابب تغيرها؟ المزاجيه. مزاجيه. هدفك في الحياه؟ هدفي في الحياه يعني ايصال الجمال الذي خلقني الله به. طيب، نورتنا وشرفتنا وعرفنا عنك اكثر في هذه الحلقه. هل لنا حظ بان نسمع مقطوعه بصوتك؟ ان شاء الله. بغني لكم اغنيه لمحمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، وبعدين في الاخير اغنيه امينيه كذا خفيفه. ونحن نسمع معاك. خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعند ويايا، ولو داريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. أنا زرني طيفك بمنامي قبل ما أحبك، أمعني بالوصل وجلي وأنا مشغول بك، عايز أشوفه لكن خايف يروح يقول إني بحبك. ولو داريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. واليمنية. اليمنية. يا ريت. حالتي حالة أطرز من جبين الشمس لونك وأرسم لك بوجه البدر هذا، وانت ما تدري بما في من حنين شل من بحري مجاديفه وسلم للأمين. برمج الدنيا على لونه وعطرها بعطر الياسمين. برمج الدنيا على لونه وعطرها بعطر الياسمين. برمج الدنيا على لونه وعطرها بعطر الياسمين. حالتي حالة. يا سلام يا سلام، نحن اللي حالتنا حالة. ايش العصر الياسمين؟ ما دام انت معانا نستغلك على الصوت الجميل هذا، وما دام انك قلت انه اللون الحضرمي اجمل لون بالنسبة لك، فحابين نسمع حاجة حضرمية بصوتك. يا مروح بلادك ليل والشمس غابت، عدنا لن طربنا والتلاحين طابت، وعدنا لن طربنا والتلاحين طابت. غني صوت المحبة يا سلام كل فن، خلنا ننطر بلحقان جنة عدن. غني صوت المحبة يا سلام كل فن، خلنا ننطر بلحقان جنة عدن. الله يسعدك، ايش الغنية وايش وعدن فرحانا فيك بهذه الغنية بصوتك الجميل. الوقت لك والمساحة لك، تحب تشكر، تحب المساحة لك في الاول والاخير.
حبيبي أشكركم على الاستضافة الجميلة هذه، وأشكرك يا كرم، وكان لي الشرف، وأشكر الذي بيدعموا الجماليات والفن، والذي بيخلونا يعني يصبرونا على الوضع الذي حاصل والحرب الذي حاصل. وأوجه رسالة للناس الذي بيستهينوا بالجماليات هذه، الذي بتعزز القيم الإنسانية، إنه لو عندنا من الجماليات والفن يعني ما وصلنا للوضع هذا. ويا رب يمنا ترجع بخير بعافية إن شاء الله.